خليني اقول لجمهور نادي الاهلي قائمه الفريق اللي خرجت في هذه اللحظات لمباراه الغد امام بني سويف. في حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، اذا محمد الشناوي هيستريح في المباراه دي، وهو اكيد في قرار من الجهاز الفني ان شريف هو يعني هيلعب كسبت. تمام. يبقى حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، خط الدفاع احمد فتحي، ايمن اشرف، حسين السيد، سعد سمير، محمود وحيد، وياسر ابراهيم. في خط الوسط حسام عاشور، وليد سليمان، وحسين الشحات، وعمار حمدي، واحمد الشيخ، واليو ديانج. وفي الهجوم مروان محسن، وجيرالدو، ووليد ازارو، وصلاح محسن. نعيد القائمه مره ثانيه على جمهور النادي الاهلي. في حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، في الدفاع احمد فتحي، وايمن اشرف، وحسين السيد، وسعد سمير، ومحمود وحيد، وياسر ابراهيم. في خط الوسط حسام عاشور، وليد سليمان، حسين الشحات، عمار حمدي، احمد الشيخ، اليو ديانج. في الهجوم مروان محسن، وجيرالدو، ووليد ازارو، واخيرا صلاح محسن.